السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا وطبق فول من العيار التقيل. حطيت 3 معالق من زيت الذرة ونزلت ب5 فصوص من الثوم متقطعين شرايح. يبدأوا كده يتشوحوا معايا والروايح بتاعتهم تطلع. بنزل بفلفلاية متقطعة حتت صغيرة، بديها تشويحة كده مع الثوم، وبعدين بجيب طماطمتين متقطعين مكعبات صغيرة بديها برضو تشويحة، وبعدين بنزل بكيس الفول بتاعي بديله بقى تقليبة كده حلوة على النار. احط بقى ملح، فلفل اسمر، كمون، بس كده بديله تقليبة حلوة، وبعدين بوطي النار واسيبه حوالي 5 دقايق على نار واطية لحد ما الخضار بتاعي يتدبل كده مع الفول. بصوا شايفين احلى طبق فول ممكن تعمليه، جنبه بقى كده خيار مخلل او بتنجان مخلل بالخل والثوم، خطير. وتحبسي بقى بعدها بكوباية شاي، احلى طبق فول ممكن تعمليه. بس كده، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا.